والآن سنمر إلى التمارين. السؤال الأول، أربط الكلمات التالية بمعانيها. الكلمات: ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهار. معاني الآيات: لا تحتقر اليتيم، لا تنهر المحتاج، وجدك فقيرا فأغناك. هنا المطلوب منكم أن تصلوا بين الكلمة ومعناها. السؤال الثاني، أصل آية العمود الأول بما يتممها في العمود الثاني. والليل إذا، ما ودعك ربك وما، وللآخرة خير لك منا، ولسوف يعطيك ربك. قلا، سجى، فترضى، الأولى. المطلوب منكم أن تتمم الآيات بإحدى هذه الكلمات.